شعرك لون سواد الليل، خدودك لسه. إنجازات عديدة حققتها كرة اليد المصرية على مدار السنوات الماضية، وصلت إلى تتويج هذه الإنجازات بحدث جميل جدا هيتم على أرض مصر إن شاء الله أول السنة القادمة، وبيتم الاستعداد ليه منذ شهور طويلة ببناء الصالات والاستعداد لاختيار المكان اللي هيجري فيه قرعة هذا الحدث العظيم. الحدث هو كأس العالم لكرة اليد اللي هيقام في يناير القادم بإذن الله على الأرض المصرية، والقرعة إن شاء الله هتتم يوم 5 سبتمبر الجاري في سفح الأهرامات. منظر بديع بيعكس حضارة مصر وبيعكس قدرتها على إدارة مثل هذه الأحداث العالمية حتى في ظل جائحة كورونا وفي ظل ظروف طاحنة بتطحن في العالم كله، لكن مصر الحمد لله قادرة وبتنظم لوحدها هذه البطولة الجميلة. خلينا نعرف كل حاجة عن كأس العالم لكرة اليد اللي هيقام على أرض مصر بإذن الله قريبا مع ضيفنا اللي بيشرفنا النهاردة في مصر جميلة، دكتور مدحت رشدي الناقد الرياضي بأخبار اليوم. أهلا بحضرتك يا دكتور. ازيك يا زينب؟ زي حضرتك وأهلا بيك. ويعني إحنا متشوقين نعرف كل المعلومات عن هذه الدورة أو الحدث النادر اللي إحنا بنستضيفه على أرض مصر، لأنه برضو في أشياء جديدة خاصة بيه تجعله نادرا، إنه بيشارك فيه 32 منتخب عكس المنتخبات او البطولات السابقه. نتكلم مع حضرتك الاول، النهارده في مؤتمر صحفي للجنه المنظمه، فحرصنا على ان احنا نستضيف حضرتك ونعرف بقى الاخبار قبلهم. بعون الله انا سعيد جدا بوجودي في اي نافذه تابعه للتلفزيون المصري. شكرا لحضرتك. ده تلفزيون يعني بلدي الرائد على مستوى مش بس الشرق الاوسط والوطن العربي، لا يعني على مستوى العالم وافريقيا كمان. فلذلك احنا هنقول حاجات حصريه باذن الله، وانا سعيد طبعا وجودي مع حضرتك في القناة الثانية وفي هذا الاستوديو اللي احنا اول مرة انا اجي فيه. طبعا انا باجي في الاستوديو اللي جنبه اللي هو بنصب عليه. منورنا احنا كلنا يعني برامج زملاء واحد طبعا. طبعا واحد. طبعا. فالمهم احنا هنقول حاجة جميلة جدا، هنقول حاجات حصرية هتحصل النهاردة. اللي هيحصل النهاردة باذن الله في مؤتمر صحفي ان شاء الله هيبقى من الساعة 11 الصبح، يعني بعد حوالي ساعة من الان هيستمر ساعتين. هذا المؤتمر هيبقى في احد الفنادق الكبرى اللي هي في مدينة نصر، طبعا مش هنقول الاسم طبعا. هيحضر هذا يعني هذا المؤتمر الدكتور اشرف صبحي واللجنة المنظمة، واحتمال هيبقى فيها الدكتور حسن مصطفى بالإضافة إلى حسين لبيب اللي هو مدير البطولة، وهشام نصر وهو رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. فده حاجة طبعا جميلة. هيتم خلال هذا المؤتمر الاعلان التدريجي او ما مش الكامل عن برنامج القرعه. طيب القرعه دي بقى احنا هنقول ايه اللي هيبقى فيها. تمام، احنا هنسبقهم النهارده. اه طبعا قبل ما هيبتدوا بساعه احنا هنقول. لا ده مش بس ده، انت هتسبق. احنا سبقنا البرنامج النهارده، برنامج المؤتمر اللي هيستمر ساعتين النهارده طبعا. بالاضافه لذلك هنسبق الجميع في التلفزيون المصري بالحاجة الحصرية اللي هيتم يوم السبت القادم اللي هو يوم القرعة. يوم 5 سبتمبر هتتم القرعة لاختيار 32 فريق مشارك، هم يعني توزيعهم. هم بالفعل 32 منتخب، وده لأول مرة لأن آخر بطولة كانت 24. فمصر طبعا حاجة رائعة إن هي تستضيف هذا الكم هذا العدد الكبير من المنتخبات العالمية، خاصة إن هذه المنتخبات وهذه البطولة الكبيرة من المتوقع والمستهدف سوف يشاهدها ومستهدف لها حوالي أكثر من مليار نسمة على المستوى العالم. هايل. على منطقة الشرق الأوسط حوالي 20 دولة، على منطقة على مستوى العالم 200 دولة. فده حاجة الإحصائيات دي ما فيش برنامج قالها. احنا بنقولها انا وحضرتك. ده طبعا لتعاظم الاهتمام العالمي بكره اليد، واعتبرها دلوقتي بقت لعبه شعبيه بعد كره القدم بالنسبه لنا في منطقتنا الافريقيه، وبرده على مستوى العالم هي لعبه من اللعب الاكثر انتشارا. لو جينا حضرتك يا استاذه نهله ما سيحدث في القرعه باذن الله، القرعه دي هتبقى من 7 مساء تحت سفح الاهرامات طبعا لغايه 9:30. ده البرنامج ده ما حدش ده هيتقال النهارده بعد شويه. هيبقى في كلمه للسيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، كلمه اخرى للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، الدكتور اشرف صبحي كلمه اخرى. القرعه طبعا هيبقى فيها كمان عباره عن جانب موسيقي على
إطار بهو فرعوني وفي نفس التوقيت خلفية فرعونية كبيرة جدا جدا. يكفي أن أنت وراك الأهرامات. طيب ده أكبر ضيف الشرف. ضيف الشرف خلاص أنا بأكد لك حاليا من دلوقتي ضيف شرف القرعة كناحية فنية يعني الموسيقار الكبير عمر خيرت. شاي حاجة حاجة رائعة طبعا. طبعا هيتم طبعا في القرعة سحب ال 32 دولة. هيبدأوا مثلا بتصنيف ثم تصنيف آخر ثم الثالث ثم الرابع. كل ده حضرتك هما بيتقسموا هيتقسموا لاربع مجموعات ولا كم مجموعه؟ لا ثمان مجموعات. ثمان مجموعات ال 32 بس في اطار ال 32 منتخب اللي تم تحديد 31 حتى الان وباقي المنتخب بتاع اللي هو الامريكا الجنوبيه وهكذا. طيب لو احنا قلنا برضو القرعه ايه اللي هيتم فيها؟ انا وجهه نظري البسيطه ان هتستضيف عدد كبير من سفراء هذه الدول المشاركه. ده هيتم برضه هيبقوا موجودين وعدد من نجوم اللعبه الكبار اذا كانوا اجانب او مصريين. طيب المصريين هنقولها يعني شيء للغايه يعني شيء مهم جدا. عندنا في مصر كذا نجم كبير زي مثلا هنقول بالظبط الاسماء علشان ما نخطئش. طبعا من المتوقع يحضر القرعه دي طبعا ويشارك في السحب القرعه حد من الاربعه اللي انا هقول لسيادتك عليهم او الخمسه دول. كابتن احمد العطار هذا النجم الكبير، كابتن جهر نبيل، كابتن حماده النقيب، شريف مؤمن، اشرف عواض. وانا باكد لحضرتك ان حماده النقيب ده حاجه تانية خالص مختلفه تانية لانه يعتبر اكثر لاعب او اكثر نجم في كره اليد شارك في بطولات ونسخ كاس عالم او بطولات عالم على مستوى العالم، ولذلك هو أيقونة عالمية وليست أيقونة مصرية. ليه؟ شارك في 11 نسخة من بداية من نسخة 92 وحتى نسخة 2015 أعلى معدل في العالم. نتمنى يا أستاذة نهلة أن يتم الجمع خاصة أن القرعة دي هتبقى على مدى ساعتين ونص وهتبقى تحت سفح الاهرامات هتنقل طبعا عالميا كل الدول عالمية. المشاركة يعني هتتفرج على القرعة اللي هتتم في سفح الهرم بالظبط. فاحنا عايزين نستغل انا وجهه نظري حتى لو باقي يوم بس فانا نفسي في حاجه واحده بس. اتفضل. مصر ليست طبعا الاهرامات حاجه عظيمه طبعا لكن مصر ليست اهرامات فقط. عندك حضاره فرعونيه، عندك برضو حضاره عربيه حديثه، عندك حضاره قبطيه. فانا وجهه نظري البسيطه او مطلبي البسيط ان احنا نبدا القرعه نعمل عادي تحت الاهرامات وتمام وهيبان ده تحت تحت الاضواء الكاشفه والكلام ده كله. لكن ايه المانع ان انا اعمل زي ما بيتم تسليم دوره اولمبيه لدوره اولمبيه اخرى. كان بيبقى مثلا انا لما بشوف دوره اولمبيه مثلا على سبيل المثال هنقول اطلانتا لما خلصت 96 سيدني كانت هتبقى 2000 كان بيبقى في بث مباشر في الختام ما بين استراليا وما بين اطلانتا اللي هي احدى ولايات امريكا. كل ده حضرتك نتمنى ان يحدث ذلك على مستوى مثلا بث مباشر لابو سمبل، بث مباشر ان شاء الله كام ثانيه، بث مباشر اخر على مستوى حتشبسوت او معبد الكرنك، القلعه، قلعه قايتباي. برضه في عندك حاجات مزارات سياحيه او مزارات في نفس التوقيت مش بس سياحيه كمان لكن عندك حاجة رائعة وهتمثل مناطق سياحية زي البحر الأحمر. فإيه المانع أن أنا أعمل في الغردقة مثلا بس مباشر برضو في لقطات؟ كل ده مش هياخد مني دقيقتين. فحضرتك بتقول ان الايقونه بتاعتنا على باين هي الاهرامات وده اللي هيتم في سفح الاهرامات بالزبط. ولكن لا مانع من ربط منطقه الاهرامات وقت القرعه بالمناطق الاخرى اللي بتعبر عن مصر بكل مراحلها بالزبط. وبكل جمالها. طيب احنا عندنا اهم المنتخبات المشاركه الدول المشاركه دي هنقول احنا التصنيفات طبعا عندك اربع تصنيفات. احنا لبرضه لحسن الحظ مش هنقول للاسف ولا حاجه اطلاقا احنا تصنيف تاني مصر باعتبار ان احنا ابطال افريقيا لان احنا بدانا هذا العام بانجاز كبير صحيح زي ما انهينا العام الماضي بثلاث انجازات كبيره على مستوى ان احنا فزنا بكاس العالم للناشئين ثم بعد ذلك
برونزيه يعني انجازين كبار اخرين للشباب وعلى مستوى المنتخب الكبير في مقدونيا والمانيا. فحاليا احنا عندنا كمان انجاز كبير جدا جدا ان احنا ابطال افريقيا. طيب التصنيف الاول الدنمارك بطل العالم، اسبانيا، كرواتيا، النرويج، سلوفينيا، المانيا، السويد، البرتغال. التصنيف الثاني اللي هو بتتقدمه مصر بطل افريقيا، الارجنتين، تونس، الجزائر، قطر، النمسا، المجر، بيلاروسيا. التصنيف الثالث ايسلندا، البرازيل، فرنسا، كوريا الجنوبيه، اليابان، البحرين، التشيك، اوروغواي. بعد كده التصنيف الرابع انغولا، الراس الاخضر، الكونغو الديمقراطيه، المغرب، بولندا، وروسيا. في مباراه او الدوله اللي هي مباراه الفرصه الافتتاحية. الاخيره اللي هتبقى باذن الله في امريكا الجنوبيه. دي الدوله الاخيره، الدوله رقم الاخيره 32. اللي هي رقم 32. تمام. فده حاجه جميله يعني. طيب طبعا احنا عارفين انه اي دوله بتقوم برعايه مثل هذه البطولات بتكسب من وراها كتير جدا انشاءات بتعملها خصيصا لهذه الدورات، زي مثلا مصر اعتقد انها نفذت ثلاث صالات كبيره جدا على مستوى عالمي لكره اليد في العاصمه الاداريه وفي برج العرب واكتوبر. بالزبط. اهميه هذه المنشات الرياضيه بالنسبه لنا فيما بعد. اول شيء تم تكلفه، تم باذن الله يعني انا شايف ان دي رصيد للمستقبل. ليس فقط ان انت بتعملي صالات على مستوى عشان تعملي بطوله واحده بس، لكن انت من المتوقع تكسبي اكتر من المال نفسه لما بيتم ترويج هذه المنشآت دي ناحيه، غير هتكسبي من ناحيه البث برضو ملايين من الدولارات، هتكسبي من ناحيه الاعلانات اللي داخل الملعب وخارج الملعب ملايين، الاعلانات اللي قبل وبعد كل مباراه ملايين اخرى. فكل ده حضرتك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، فانت الاتحاد الدولي له حقوق، الاتحاد المصري والافريقي له حقوق اخرى. طيب احنا هنقول ان الصاله المغطاه اللي هي عندك في استاد القاهره دي بيتم تجديدها حاليا، وبعون الله خلال يعني ممكن ايام قليله هيتم الانتهاء نهائيا من هذه التجديدات. نعم. فباذن الله دي باتساع 16200 متفرج، ودي الساعه الرسميه ده، لان هي الساعه الرئيسيه بتاعتها اكبر من كده، لكن طبعا في ساعه رسميه عشان النواحي الامنيه، عشان برضو الضغط الحمل اللي عليها وهكذا. فدي حاجه رائعه. في عندك كمان صاله العاصمه الاداريه الجديده 7000 متفرج، هتستضيف الافتتاح والمباراه النهائيه ومباريات منتخب مصر. حلو، كمان عشان يعني نوري الناس ونعرفهم العاصمه الاداريه واهم المنجزات. بالزبط. اللي فيها. في عندك كمان صاله 6 اكتوبر الجديده، ده برضو فيها 4500 متفرج، صاله برج العرب 5000 متفرج. كل ده حضرتك يعني هنقول ان تم صرف عليهم بالظبط ما يقرب من، زي حسب التصريحات من اللي هي من وزاره الشباب والرياضه، حوالي 3 مليار و200 مليون جنيه مصري. لكن العائد كارث للمستقبل، كرصيد للمستقبل، هيبقى العائد المكسب اكبر من كده. طبعا المكسب منها برضو من ناحيه الاشغال الفندقي عن طريق الفنادق اللي حوالين كل واحده من دول هيتخطى الكثير جدا جدا. وممكن بعد كده المنتخبات تيجي تعمل عندنا معسكرات، يعني تستغلها كده وتعمل فيها معسكرات، تتدرب في بطولات اخرى غير هذه البطوله حتى. بالزبط. طيب احنا بنتكلم كمان عن يعني استعدادات المنتخب نفسه، انه كان في عنده معسكر مغلق في الغردقه. خلص. نتكلم عن المعسكر ده ونتكلم عن المعسكرات القادمه واستعدادات منتخبنا الوطني. في هو حاليا المنتخب في معسكر اخر هنا، هينتهي هذا المعسكر بعد المعسكر اللي استمر اسبوعين في الغردقه او حوالي 10 ايام، في معسكر اخر برضه في الغردقه تاني. في نقطه مهمه، المنتخب الوطني تجاوز، هنقول مش بس هو لكن حتى كل المنتخبات الاخرى العالميه اللي هي بتستعد لهذه البطوله والبطولات الاخرى، تجاوزت يعني بتحاول تتجاوز ما حدث بسبب جائحه كورونا. ليه؟ لان انت كان عندك مفترض ما بين 14 مباراه وديه الى 15 مباراه يتم لعبهم، ما تلعبش منهم حاجه حتى الان، فبيتم التعويض. حتى برضو ما تمش اللعب مش بس ليك انت بس، لكن كل المنتخبات ما لعبتش. ظروف السفر والتنقل والمخاوف طبعا من انتشار كورونا واغلاق الطيران، الاجواء الجويه هنا وهنا بسبب برضو عدم لعدم لضمان عدم انتقال الحجر والحظر في بعض الدول، اللي ربنا يا رب يستر ان شاء الله وتكمل على خير في مكافحته.
وباذن الله هتبقى على البطوله ان شاء الله، تبقى الامور بدات تبقى باذن الله تبقى كويسه. في بس نقطه احب اقولها لحضرتك عشان ما ننساش. اتفضل. انت عندك في الفتره القادمه بعون الله رب العالمين بطوله تجريبيه اخرى مهمه جدا في شهر نوفمبر. شهر نوفمبر القادم دوري الابطال، او بمعنى صح المسمى الرسمي خاص بيه، هقوله لحضرتك بعون الله هيبقى في مصر برضه، هتستضيف الدوري اللي في بالظبط، انا عايز بس ما اخطئش في مسمى معين هقوله لحضرتك، ولكن يعني هي هتكون يعني بديله للماتشات الوديه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، حتى لو ما كانش عندنا فرصه ان احنا نعمل مباريات وديه هيبقى عندنا فرصه ان احنا نستضيف هذه البطوله اللي هنحتك فيها برضو بعدد من الفرق. هي بطوله على مستوى دوري ابطال افريقيا للانديه، فمعظم اللاعبين الخاصين بالمنتخب عندنا في معظم هذه الانديه اللي هتشارك، اللي هي بالظبط هتكون بطوله تجريبيه اخرى مهمه جدا في شهر نوفمبر. شهر نوفمبر القادم دوري الابطال، او بمعنى صح المسمى الرسمي خاص بيه، هقوله لحضرتك بعون الله هيبقى في مصر برضه، هتستضيف الدوري اللي في بالظبط، انا عايز بس ما اخطئش في مسمى معين هقوله لحضرتك، ولكن يعني هي هتكون يعني بديله للماتشات الوديه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، حتى لو ما كانش عندنا فرصه ان احنا نعمل مباريات وديه هيبقى عندنا فرصه ان احنا نستضيف هذه البطوله اللي هنحتك فيها برضو بعدد من الفرق. هي بطوله على مستوى دوري ابطال افريقيا للانديه، فمعظم اللاعبين الخاصين بالمنتخب عندنا في معظم هذه الانديه اللي هتشارك، اللي هي بالظبط هتكون الاهلي والزمالك وطلاع الجيش وسموحه، هتبقى في نوفمبر القادم دوري ابطال افريقيا للانديه. برضو دي كمان اهميتها ان انت بتجربي التنظيم، بتجربي نفس اللجنه اللي هي المنظمه، في لجنه تقترب من نفس التشكيل في هذه البطوله هتنظمها ازاي. برضو الحضور الجماهيري، يعني انت عندك الحضور الجماهيري ما بينك ما بين نوفمبر دلوقتي حوالي شهرين، فواثق باذن الله ان شاء الله باذن الله هننجح في هذا التنظيم الخاص بالتنظيم الجماهيري وتنظيم هذه البطوله الكبيره برضه بطوله افريقيا، اللي تعتبر زي البطولات اللي بتسبق كاس العالم اللي هي كاس القارات زيها يعني. لان انت عندك الاربع انديه الكبار دول هم معظم المنتخب تشكيله منهم. صحيح. بيتم اختيارهم الاهلي والزمالك ويعني وطلاع الجيش وبرضه في نفس التوقيت السموحه. هتجربي كمان حضور الجماهير، مش بس هتجربي الاشغال الفندقي ولا حتى اللجان المختلفه بتاعه الاستضافه ولا، لكن هنا لازم نتكلم عن الاستعدادات الخاصه بجائحه كورونا. يعني احنا الحضور الجماهيري اكيد هيكون في كراسي فاضيه لابد، يعني عشان يكون في مسافات. نفس الحكايه بالنسبه للاشغال الفندقي، تنقلات اللاعبين، هل في يعني استعدادات خاصه نتيجه لجائحه كورونا؟ انا بطمن حضرتك بالفعل اللجنة الخاصة بالاستضافة والتنظيم والإسكان وهكذا، كذا لجنة يعني، هو في كذا لجنة كل أعمالهم مرتبطة مع بعض. كمان اللجنة اللي هي الخاصة باستقبال الجماهير برضه القرعة نفسها، يعني مثلا القرعة يعني هيحضرها بدال 500 واحد على مستوى العالم بما فيهم مصر، كمان إعلاميين مصر وصحفيين مصر، ده هيبقى 184 علشان على الاقل خالص هيبقى في عندك في مسافات امنه واجراءات احترازيه تراعي الحضور الجماهيري. كمان في المدرجات هيبقى ممكن في كذا اقتراح، يعني اقتراح مثلا ممكن كرسي هيحضر فيه حد، اثنين هيبقوا فاضيين او ثلاثه، اثنين او ثلاثه، يعني بمعنى صح الاشغال الخاص بالمقاعد هيبقى حتى الان حوالي 25% 25 على الاقل، لكن لو الامور بقت كويسه ممكن يبقى اكتر بعون الله، ممكن تزيد عن كده بس مش هتزيد قوي. عموما احنا لسه يعني ده في شهر يناير، نتمنى يا رب ان احنا نكون قدرنا كعالم ان احنا على الاقل نلاقي يعني مصل او لقاح او اي شيء او دواء يمكننا من التغلب على كورونا حتى هذه اللحظه. سؤال الاخير في دقيقه، حظوظ المنتخب المصري كيف تراها في هذه البطوله؟ انا شايف ان الحظوظ قويه للغايه. نعم. باذن الله وهو ده الهدف الخاص بلاعب المنتخب ونجوم المنتخب، خاصة انه بيلعب على ارضه وملعبه. خاصة انت قبل كده انت من ضمن الانجازات الضخمة ما حققتيه في 2001 في فرنسا رغم الظلم التحكيمي، كنت من الاربعة الكبار على مستوى العالم، وبل بالعكس لولا الظلم التحكيمي كان ممكن
تلعبي على المركز الاول والثاني، وان ما خدتيش الاول يعني ممكن تاخدي الثاني. ان شاء الله بنتمنى كل الخير لمنتخبنا، وبنتمنى نجاح هذه البطوله الجميله اللي هتقام على ارض مصريه. افضل دعايه لمصر وافضل دعايه للقدره المصريه والقوه المصريه. بشكر ضيفي الدكتور مدحت رشدي الناقد الرياضي باخبار اليوم، ودايما ضيف عايز علينا ان شاء الله. شرفت بيك يا زميلي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا، خلصت حلقتنا، غدا ان شاء الله لقاء جديد. اللي قلبه على البلد دي يبقى راجل وابن راجل، واللي هيعلي البلد دي يبقى راجل وابن راجل. علي وابني دي مصر يا ابني، وانت راجل وابن راجل. اللي قلبه على البلد دي يبقى راجل وابن راجل، واللي هيعلي البلد دي يبقى راجل وابن راجل. علي وابني دي مصر يا ابني، وانت راسها يبقى راجل وابن راجل، واللي حب الخير لناسها يبقى راجل وابن راجل. ده انت منها واللي منها بيبقى راجل وابن راجل. اللي رفع ليها راسها يبقى راجل وابن راجل، واللي حب ناسها كمان حاميها علشان راجل وابن راجل. اللي مصرف عينه غالية راجل وابن راجل، اللي نفسه يشوفها عالية راجل.